الأجواء في الأكاديمية، كنا في البداية ما شاء الله استقبلونا لي كوتش وتلاقينا مع الإخوان اللي معنا. يعني ما اش نقول لك، ما كنحسوش بلي حنا في منافسة، كنحسو بالعكس حنا عائلة خوت. كنشجعوا بعضياتنا إلى درجة أنه ما كنسخوش على حتى شي واحد يتقصى، ولكن قانون المسابقة هو هذا، إلى درجة كاين واحد الانسجام اللي هو انسجام قوي بيناتنا.